شغلتي بسالتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت، وإعيد الأحد بنفس الوقت معي أنا مرشد الفني الزراعي جوزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني. مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن شجرة التفاح يلي هي محبوبة من كل العالم بلبنان، واللي لبنان مشهور فيها جدا لجود التفاح، من علو 600 متر عن سطح البحر لأعلى الجرد. شجرة التفاح مثل أي شجرة بتحب التغذية كتير منيح. أيام جدودنا كانوا يستعملوا السماد الطبيعي على كوب الشجر ويزرعوا الفول بين التفاح. ليش يزرعوا الفول بين التفاح؟ لأنه شتلة الفول بتاخد الأزوت من الشمس، يعني ما فينا نحط ما فينا نس ما مش ضروري نستعمل الأزوت مع النترات والبوتاس مع الفوسفات سوري مع الفوسفات والبوتاس، يعني بنحط فينا نحط إذا بدنا السماد الطبيعي زبل البقر زبل المعزة زبل الدجاج، ونحط الصفوة هذه بيقولوها الرماد اللي بيطلع من الموأدة، هيدي تقريبا كلها بوتاس، وبنزرع الفول، يعني صار عندنا مكمل غذائي كتير جيد للتفاح. بس الفول ما بنتركه لحتى يعقد ويعمل ثمر، بنفلحه بس يصير بس يكون مزهر لحتى ما يروح المكون الغذائي تبعه، يعني ضل الأزوت موجود بقلبه. هيك كمان الورق الفول كمان هو بيصير غذاء للأرض، بنفلحه بالفرامة لحتى ينفرم كتير منيح. وهيك بكون عنا زعلنا الصفوة اللي هي 3 ربيع بوتاس والرماد المنقل والأزوت الطبيعي والسماد الكيماوي البقر والدجاج والمعزة. هيك بكون عنا يعني تسميد طبيعي من دون أي إضافات كيماوية. هلا شجرة التفاح بيجيها الرمد على من بعد الزهر، اكيد لازم نرش بالاول على الخشب بدنا نرش مشان الحشرات القشرية، يعني هيدي الحشرة اللي بتقعد بقلب القشرة بتتخبى من سنة لسنة لتطلع مثل السوسي مثلا، أكتر شيء يعني هي السوسي اللي منرشها على الجزع قبل ما تبرعي من الشجرة وتعطينا زهور لحتى اللي تسمر وتعقد. من بعد الزهر يعني بنعمل أول رشة قبل ما تفتح البراعم بس تعقد الزهرة وتكبر الحبة شوي صغيرة، بتبلش الحشرات والأمراض تجي على التفاحة. يعني بكون عندنا احنا بالربيع تكتر الحرارة والرطوبة بيجي الرمد، منبلش نرش الرمد تكبر الحبة شوي، منرشها لللفحة من للتفاحة. إذا منلاحظ التفاحة بالأسواق بكون في عليها هيك مثل بقعة على التفاحة بتشوه لها منظرها، بس هي من جوا كتير منيحة ما بتتأثر، بس إنه مثل تشوه خلقي يعني مش صالحة للبيع. منستعملها بالمربيات، منشيل هالشقفة اللي هي ملفوحة وفينا ناكلها. بيرجع كمان الأكاروز مشكلة على التفاح، بيخلي التفاحة ما تكبر كتير منيح وهيك تجعد وتضعف الشكلة. اجمالا طبعا والمن بيجي على الترابين الورق الجديدة، يعني عم تتفتح جديد، يعني معنا مكافحة حشرات مهمة على التفاح ليطلع عنا انتاج جيد. وهيك نشكركم للمتابعتكم
ولاقونا بحلقة جديدة على راديو تموز الإلكتروني. ولمزيد من المعلومات اتصال على الرقم 03-653-932. غلتي بسلتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت، وإعيد الأحد بنفس الوقت معي أنا مرشد الفني الزراعي جوزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني.